بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم في حصة جديدة من منهج الدراسات الاجتماعية. إن شاء الله النهاردة مع بعض في أول حصص التاريخ، وتاريخنا السنة دي هيتكلم عن تاريخ مصر الحديث. هنبدأ بأول دروس التاريخ معانا في الوحدة الثالثة، وهو درس بعنوان مصر بين المماليك والعثمانيين. طيب، ايه اهدافنا من هذا الدرس؟ طبعا اول حاجة نفسر ونعرف اسباب ضعف الدولة المماليك، نتتبع مراحل استيلاء العثمانيين على مصر والشام، يبدي الطالب رأيه في العلاقة بين الدولتين المملوكية والعثمانية، أيضا يوقع الطالب على خريطة لقارات العالم القديم امتداد دولة العثمانيين، وأخيرا نحدد ملامح الحكم العثماني لمصر. طيب، قسمنا درسنا مع بعض لمجموعة من العناصر. أول حاجة أحوال العالم الإسلامي أواخر القرن الخمستاشر، بعد كده مراحل استيلاء العثمانيين على الشام ومصر، والعنصر الثالث ملامح الحكم العثماني في مصر. طبعا النهاردة هنتكلم عن أول حاجتين معانا، وهم أحوال العالم الإسلامي أواخر القرن الخمستاشر ومراحل استيلاء العثمانيين على مصر. العالم الإسلامي في أواخر القرن الخمستاشر وأوائل القرن السادس عشر الميلادي بدأ يشهد صراعا حاد بين ثلاثة من القوى، هم الصفويين والمماليك والعثمانيين، وده من أجل السيطرة على العالم الإسلامي. طبعا احنا كنا نهينا مع بعض منهج صف ثاني الإعدادي في آخر حاجة، وهي دولة المماليك، وشفنا الدولة المملوكية. تمام، شفنا دولة المماليك في إزاي كانت حكمت مصر وسيطرت على العالم، بدأ من هنا تتحكم في تجارة بين الشرق والغرب. طيب تعالوا بينا نشوف دولة المماليك وأحوال مصر قبل مجيء العثماني. قلنا إن العالم الإسلامي شهد صراع كبير على السلطة بين المماليك والصفويين والعثمانيين. طيب إحنا اتعرفنا مع بعض على دولة المماليك، وعرفنا يعني إيه مماليك في العام الماضي. قلنا إن المماليك دول كانوا عبارة عن مجموعة من الغلمان يتم جلبهم بواسطة التجار ويشتريهم السلاطين والأمراء، ويتم إدخالهم في مدارس خاصة بالقلعة ليتعلموا الفروسية وريادة أو أعمال الحرب وحمل السلاح. طيب، وبدأت دولة المماليك تتولى الحكم في مصر، واستطاعت الوصول لحكم مصر مع أواخر وبعد انهيار الدولة الأيوبية. بدأت دولة المماليك من خلال الخريطة التي أمامك تتسع وتشمل مصر والشام والحجاز وجزء من ساحل أفريقيا الشرقي، وده كان بيطل على البحر الأحمر. وامتداد دولة المماليك لهذا الجزء من العالم، مصر والشام والحجاز، تجد ان اصبحت تمام بدأت هنا تسيطر على العالم، وبدأت تتحكم في طرق التجارة بين الشرق والغرب. بدأت من هنا تكون دولة مزدهرة وقوية، وبالتالي بدأ المماليك من بعد ذلك، بعد ازدهارهم اقتصاديا
يسيطروا، يحصل لهم ايه بعد هذه السيطرة الاقتصادية؟ بدأ يحصل لهم ان طبعا تتعرض في اواخر القرن ال15 لازمات مالية وتدهور اقتصادي. طب الازمات المالية والتدهور الاقتصادي ده كان ايه سببه؟ طبعا ظلت دولة المماليك دولة قوية حتى اواخر القرن ال15 وتحديدا عام 1498 عندما تم شاف رأس الرجاء الصالح على أيدي البرتغاليين وتحولت تجارة الشرق من أيديهم. هنا بدأت تتعرض مع ذلك لهجمات تمام خارجية أو تتعرض لأزمات مالية. طيب ومع هذه الأزمات المالية حاول المماليك استعادة سيطرتهم على التجارة، فدخلوا في صراع مع البرتغاليين مما أدى إلى هزيمتهم في موقعة أبو قير، موقعة ديو البحرية سنة 1509. هذه الموقعة التي تحطم بها الأسطول المملوكي. ومع هذا التدهور الاقتصادي صاحبه أيضا تعرض المماليك لأزمات سياسية. طيب الأزمات السياسية ديت نتجت عن إيه؟ نتجت عن الأوضاع الاقتصادية المضطربة في البلاد، فبدأ يحصل اضطراب أمني وأيضا يحصل تنافس على السلطة بين المماليك، وأيضا كثرت الفتن والثورات الداخلية مما أدى إلى ضعف قوتهم العسكرية. ده بس كان سبب الرئيسي إيه؟ زي ما الخريطة موضحة كده، بدأت التجارة بس بعد اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح الدوران حوالين قارة أفريقيا. طيب هذا التدهور الاقتصادي ليه التجارة تحولت بهذا الشكل؟ رغم ان احنا لما نبص على الخريطة هنلاقي ان طريق رأس الرجاء الصالح والدوران حوالين افريقيا طويل جدا. طب هم ليه بدأوا التجار يعملوا كده او يختاروا الطريق ده؟ قال لك تعالى انا اقول لك بشكل ابسط. لو انت عندك طريق محدد لبيتك متعرفش غيره، وجي واحد قطع عليك الطريق دوت وفرض عليك اتاوة، تعمل ايه؟ هتضطر انك تدفع في الدخول والخروج. طب جه حد من صحابك بقى بيقول لك ايه، تعالى كده ايه، انا هوديك بيتكم من طريق تاني بس ابعد شويه، بطبيعه الحال انت هتقبل لان ده هيوفر عليك ايه، الضرائب او كان بيتسمى المكوس اللي كان بياخدها المماليك من مين، من سفن التجاره المره عبر أراضيهم في مصر أو الحجاز أو بلاد الشام. بالتالي لما بدأت تضعف القوة الاقتصادية بدأ يحصل بينهم صراع على السلطة، لأن احنا خدنا مع بعض إن أصلا دولة المماليك دي لو أنت فاكر كانت قائمة على مبدأ إيه؟ البقاء للأقوى، يعني اللي يقدر يثبت نفسه في الحكم. شفنا كام واحد تخلصوا من حكم بعض علشان يتولوا الحكم، وبالتالي من هنا بدأت تتعرض لهذه الأزمة. الوقت اللي بدأت تتعرض فيه المماليك للأزمات كان عندنا الدولة الصفوية ديت، مركزها بلاد فارس قديما إيران حاليا، كانت عاصمتها تباريز. طيب وكانت مذهبها أو تدين بالمذهب الشيعي. حصل إيه؟ حصل صدام بينها وبين الدولة العثمانية التي نشأت أواخر القرن ال13 على يد قائدهم عثمان ابن أرطغرل، واتصدمت الدولتان العثمانية والصفوية بموقعة في عام 1514 عرفت بموقعة جالديران، كانت نتيجتها هي هزيمة الصفويين ودخول العثمانيين عاصمتهم تباريز، وبالتالي تم القضاء على الدولة الصفوية. طيب يبقى انا عندي الدولة المملوكية
واحد ضعفت، بدأ يحصل لها عمليات انهيار وتدهور سياسي واقتصادي وعسكري، والدولة الصفوية العثمانيين خلصوا عليهم ودخلوا عاصمتهم. وليه سموها الصفوية؟ لأنها تنسب إلى إسماعيل الصفا. طب العثمانيين دول، قلنا العثمانيين دول بدأوا على يد عثمان ابن أرطغرل، وبدأت أواخر القرن الـ13 وأخذت تتوسع وتكبر حتى بلغت أقصى اتساع ليها أو بلغت قوتها في عهد السلطان محمد الثاني أو محمد الفاتح، وده ظهر بوضوح مع فتح مدينة القسطنطينية واتخاذها عاصمة للدولة العثمانية. طيب بعد محمد الثاني وبعد اتساع الدولة وبدأت الدولة تشوف قوتها، في الوقت ده تولى الحكم مين؟ تولى الحكم السلطان سليم الأول. مع تولي السلطان سليم الأول الحكم في بدايات القرن الـ16، حول وجهة غزواته نحو الشرق، بدل ما يتجه إلى الغرب بدأ الاتجاه يكون نحو الإيه؟ الشرق. فكان البداية هو الصدام العسكري مع الدولة الصفوية في إيران، ثم الدولة المملوكية في مصر والشام. بالتالي استطاع فعليا القضاء على قوتهم. طيب استطاع القضاء على قوة الدولة الصفوية أو قضاء على الدولة الصفوية ودخول عاصمتهم. بعد كده اتجه لضم إليه الشام ومصر، وضم فعليا الشام 1516 ومصر سنة 1517. طيب هل سليم الأول كان عنده ما يدفعه للاتجاه نحو الشرق بدلا من الغرب؟ أكيد كان عنده باب التي أدت إلى اتجاهه نحو الشرق، وبالتالي بدأ من هنا سليم الأول يتجه. طب إيه أسباب اتجاه سليم الأول نحو الشرق؟ تعالوا نشوف الأسباب. قال لك أول سبب دفع سليم الأول يتجه نحو الشرق هو رغبة سليم الشخصية في توسيع ممتلكاته في الشرق بالاستيلاء على مصر. على مصر درس قلنا إن العالم الإسلامي بدأ العالم يشهد صراع في أواخر القرن 15. مصر كانت بتمثل قلب العالم الإيه؟ الإسلامي. الاستيلاء عليها معناه السيطرة على العالم الإسلامي. إيه؟ قال لك إدراك سليم نفسه أن الصدام مع الدول الأوروبية أصبح في الوقت ده محفوف بالمخاطر. طب ليه محفوف بالمخاطر؟ لما بدأت تكبر طبعا هتروح لقوة أكبر منها وهي القوة الغربية. قال لك علشان الدول الأوروبية بسبب تفوقها تفوق أوروبا حضاريا وعسكريا على العثمانيين. لا هنا إن الصدام مع الدول الأوروبية غير مجدي بالنسبة له، لأن من الطبيعي أو من الممكن أن يؤدي ذلك إلى خسارة أجزاء كبيرة من دولته. في نفس الوقت نظر إلى الشرق لأن العالم في الشرق أو ناحية العالم الإسلامي شرقا بدأت الأمور إيه؟ تضعف شوية في الدولة المملوكية، فوجدها الفرصة، فبالتالي حول وجهته من الغرب إلى الشرق لهذه الأسباب. وبدأ طبعا رحلته في الشرق في الاستيلاء على إمارة تسمى إمارة دي القاد. الشرق ما جاش على مصر والشام مباشرة، قال لك لا، بدأ يعمل ايه تعرف لكن او يعني خانق مع حد بيبدأ يجر ايه بنقولها بالبلدي كده، يبدأ يجر شاكله يعني يرخم عليه ينزل عليه فيقوم ايه يتعصب متنرفز يمسكه في بعض. فده سليم الاول بدأ بكده، عمل ايه؟ دخل على الدولة المملوكية بين في إمارة اسمها إمارة زي القادر، وكانت تابعة للمماليك وتقع على الحدود بين الدولتين. إمارة زي القادر ديت دول إمارة مملوكية تابعة للمماليك، مكانها بين على حدود
حدود بين الدولة العثمانية والدولة المملوكية. طيب عمل ايه؟ استولى عليها وانتظر ايه؟ انتظر رد الفعل عشان يشوف هل المماليك هيقدروا يكون عندهم القدرة ان هم يستعيدوا قوتهم، يستعيدوا امارتهم مرة اخرى، ولا هتكمل فتوحاته ويستكمل اتجاهه نحو الشام ومصر. وبالفعل مع استيلائه على إمارة زي القادر، اضطر السلطان قنصوة الغوري حاكم المماليك الخروج من مصر والاتجاه إلى الشام، فكانت أول صدام بين المماليك والعثمانيين أغسطس سنة 1517 في معركة عرفت باسم معركة برج طابق. وبالتالي هذه المعركة دارت في بلاد الشام، وكانت بين المماليك قيادة قنصوة الغوري والعثمانيين بقيادة سليم الأول. طيب نتيجتها ايه؟ نتيجتها طبعا هزيمة المماليك وانتصار العثمانيين، واصبحت الشام ولاية عثمانية. بكده دخل سليم الأول إلى الشام، وبعد هزيمة المماليك في معركة برج طابق أصبح زي ما الخريطة موضحة الطريق مفتوح أمامه للمجيء إلى مصر. فكانت صدام الثاني بين المماليك والعثمانيين في معركة عرفت باسم معركة الريدانية، وكانت هذه في صحراء الريدانية يناير 1517. مين بقى كان حاكم المماليك؟ لك لما قنصوة الغوري اتجه نحو الشام بدأ ايه يحصل؟ ان طبعا يسيب خليفة ليه او نائب عنه في حكم مصر، فكان طارق نائبه مين؟ السلطان او القائد طومان باي. فعل لما بدأ التحرك من سليم الاول نحو مصر، قرر طومان باي الخروج جيشه لملاقات العثمانيين بصحراء العباسية عند الريدانية يناير 1517. طيب نتيجة المعركة ايه؟ وإيه اللي حصل؟ قال لك نتيجة المعركة كالآتي. طيب تعال، واحد هزيمة طومان باي ودخول العثمانيين القاهرة، يبقى مين اللي تهزم؟ المماليك تهزموا. اتنين انتهاء دولة المماليك في مصر والشام، يبقى كده الدولة المملوكية حصل لها ايه؟ انتهت في مصر والشام، واصبحت منذ ذلك التاريخ مصر ولاية عثمانية تحت حكم العثمانيين. طيب تعالوا نفكر كده سوا واسألكوا سؤال، هو ليه المماليك لما قابلوا مع واحد البرتغاليين 1509 تم تدميرهم وتحطيم اسطولهم او هزيمتهم يعني، دخلوا مع العثمانيين الى معركة برج طابق والريدانية برضو تهزم؟ طب يلا يا شباب كده الناس اللي حاضره معانا او الناس اللي متابعه معانا، هنا ايه الاسباب التي ادت لهزيمه المماليك في معركه واثنين ثلاثه اللي احنا قلنا عليهم؟ ديول بحريه ثم برج طابق ثم الريداني. نجد طبعا المماليك قلنا او انا قلت في البدايه كانوا بيعتمدوا على ايه؟ بيعتمدوا في قوتهم العسكرية على طبعا قيادة الايه؟ الخيول والاسلحة الايه؟ التقليدية. لان اسباب الهزيمة اول سبب هو التفوق العسكري للجيش الايه؟ العثماني. كم اساليب القتال الحديثة والاسلحة المتفوق. ايه الجيش العثماني كان متفوق؟ استخدم اسلحه حديثه، لان كان في بدايه قلنا الفتوحات تتجه نحو
الايه الغرب، فكان نوعا ما الاسلحه بتاعتهم اسلحه متطوره. اتنين، تاثر المماليك نفسه بعدم الاستقرار الداخلي والنزاع المستمر على السلطه، وده كان ليه اسباب الضعف بتاعته التي ساعدت على ده. زي ما الشباب كده، توماس ما شاء الله عليه حاضر دايما وبيننا. ايضا لما نيجي نبص ان المماليك هنلاقيهم كانوا بيعتمدوا على الاسلحه التقليديه اللي هي ايه؟ سلاح الفروسيه. يعني انا دلوقتي واحد راكب حصان معاه سيف، وواحد بيقابله حتى لو راكب الحصان برضو بس معاه بندقيه ومدافع واسلحه احدث، ايه اللي هيحصل؟ طبيعي ان هيكون الانتصار للي معاه سلاح احدث زي المدافع وغيرها من الاسلحه والبنادق التي استخدمها الايه؟ العثماني. من هنا كانت هزيمه العثمانيين في مصر والشام وانتهاء دولتهم تماما في كل من مصر والشام. تمام يا منى، برافو عليك، اجابه صحيحه. برضو كان توماس بعت لنا اجابه صحيحه. بعد كده معانا شوف النتائج اللي ترتبت على هذه الهزيمه وهزيمه الجيوش المملوكيه. ايه اهم نتائج الهزيمه؟ هزيمه الجيوش المملوكيه، قال لك ترتب على هزيمه المماليك في الشام ومصر، تحولت مصر بدايه كده من دوله مستقله الى مجرد ولايه من ولايات الدوله العثمانيه. يعني ايه من مجرد دوله لولايه؟ يعني اصبحت بمثابه التابع الذي يؤمر وينفذ ما يقال ايه له، وبالتالي اصبحنا ما بنحكمش نفسنا بايه؟ بنفسنا. ومن هنا بدات مصر تكون دوله بعيده تماما عن اي مؤثرات منذ ان اصبحت تابعه وولايه للدوله العثمانيه. طيب لو بصينا مع بعض نلاقي ايضا سيطره العثمانيين على العالم العربي سواء في الاتجاه الاسيوي او الافريقي، يعني اتجاهين اسيويا وافريقيا، الجناح العربي الاسيوي والجناح العربي الافريقي. ده هو طبعا اسيوي مقصود بالشام والافريقيين مصر. ثلاثه، قال لك انتقال خلافه العالم الاسلامي دينيا وسياسيا للدوله العثمانيه. يبقى احنا هنا اصبحنا تابعين دينيا وسياسيا وعسكريا اتباع للدوله الايه؟ العثمانيه. اعلان سليم الاول نفسه الحامي الوحيد للحرمين الشريفين ولجميع رعاياه في العالم الاسلامي. يعني سليم الاول الامر الناهي الاوحد سواء من الجانب الديني او الجانب السياسي في العالم الاسلامي. وبكده نجحت الدوله العثمانيه في الاستيلاء على العالم الاسلامي منذ دخولها مصر وبلاد الشام او مصر والشام بعد معركتين مرج دابق والريدني. وبكده هنكون نروح لجزء الاسئله اللي معانا النهارده. اول سؤال يقول لك اختر الاجابه الصحيحه. كانت مثابة الإدارة المركزية لدولة المماليك نقط، العامل الأساسي في التدهور الاقتصادي لدولة المماليك نقط، ثلاثة قاد نقط المماليك في معركة مرج دابق، أربعة تحطم الأسطول المملوكي في معركة نقط. ناخد إجابات شباب كويس حاضر معانا جميل. طبعا بشكرهم على دخولهم الامتحان الإلكتروني ودرجاتهم الجميلة. تمام توماس إجابة صحيحة، يبقى كانت بمثابة الإدارة المركزية للمماليك وهي قلنا مصر. هدى إجابة صحيحة. أيضا العامل الأساسي في ضعف دولة المماليك إجابة صحيحة. نشوف إسراء إجابة صحيحة منا.
توماس إجابة صحيحة، وده برضو إجابة صحيحة للنقطة التانية. إسراء، تمام، ممتازين يا شباب، برافو عليكم. يبقى كانت بمثابة الإدارة المركزية لدولة المماليك كانت مين؟ مصر. ليه؟ لأن قلنا إن مصر تمثل قلب العالم الإسلامي، والسيطرة على مصر له محور كبير في السيطرة على أجزاء كبيرة من عالم أو من المنطقة العربية. أما العامل الأساسي في التدهور الاقتصادي لدولة المماليك كان الكشوف الجغرافية. ليه الكشوف الجغرافية وليس الاضطراب الأمني أو الصراعات والفتن والتدهور العسكري؟ الكشوف الجغرافية لأن قلنا التدهور ده نتج عن اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح، وتحول التجارة من أراضي دولة المماليك إلى الدوران حول قارة أفريقيا. برضو إجابة صحيحة البسن. أما قائد المماليك في معركة مرج ضابق، قلنا السلطان الغوري لما علم باستيلاء سليم الأول على إمارة زي القادر كان نتيجة ده إيه؟ ده سؤال برضو خلي بالنا منه لما يجي يقول لك ما النتائج التي ترتبت على استيلاء سليم الأول على إمارة زي القادر؟ إيه كانت النتيجة؟ خروج السلطان الغوري إلى بلاد الشام لمنع تقدم الإيه؟ العثمانيين نحو الشام ومصر. تمام بسنت منا. أما النقطة الرابعة بقى، فتحطم الأسطول المملوكي في معركة، وهي معركة ديو البحرية، وكانت هذه المعركة بين المماليك والبرتغاليين بعد اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح. تمام باب، ننتقل إلى سؤال آخر وهو سؤال بما تفسر هزيمة المماليك أمام الجيش العثماني. اثنين بما تفسر ضعف دولة المماليك في مصر والشام. ثلاثة رغبة سليم الأول في السيطرة على الشام ومصر. نسيب فرصة للشباب اللي معانا يجاوب. يلا شباب أحاول أسرع شوية. السؤال بيقول تاني، هزيمة الجيوش المملوكية أمام الجيوش العثمانية. تمام توماس قال لك بسبب اعتماد المماليك على الفروسية والعثمانيين على الأسلحة القديمة. تمام النزاع المستمر، إجابة صحيحة. يبقى أسباب لهزيمة الجيوش المملوكية، قلنا أول حاجة التفوق العسكري للجيش العثماني واستخدام أساليب القتال الحديثة والأسلحة المتطورة. اثنين تأثر الدولة المملوكية بعدم الاستقرار الداخلي والنزاع المستمر على الإيه؟ السلطة. طيب بما تفسر ضعف دولة المماليك في مصر والشام؟ تمام بس بسبب النزاع المستمر بين أمراء المماليك واضطراب الأمن بسبب تفوق برافو منا. هدى برضو إجابة صحيحة بسبب اعتماد الأساليب القتالية البدائية مثل الفروسية والتطور السياسي والعسكري لدولة المماليك. النزاع المستمر أيضا بسبب. طيب توماس بيجاوب على النقطة الثالثة. تمام برضو إجابة صحيحة. هدى بتقول لنا بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح وتحطيم الأسطول والنزاع بين أمراء المماليك، كلها أسباب صحيحة. تمام يا شباب. بسنت بسبب ضعف الجيوش. يبقى إذا النقطة الثانية ضعف دولة المماليك في مصر والشام بسبب إيه؟ أول حاجة عندنا الاضطراب الأمني. اثنين التنافس المستمر بين المماليك. ثلاثة كثرة الفتن والثورات الداخلية، ده كله أدى لضعف قوتهم مما أدى لضعف إيه؟ قوتهم العسكرية. طيب عندنا النقطة الثالثة، ليه سليم الأول كان عنده الرغبة في السيطرة على الشام ومصر؟ السيطرة على مصر قلب العالم الإسلامي وإدراك خطورة الصدام مع الدول الأوروبية، إجابة صحيحة. تمام منا.
تنت الفتن والثورات جابه صحيحه. احنا قلنا مع بعض ان المماليك العثمانيين كان عندهم رغبه في السيطره على مصر والشام، وده ليه؟ قلنا لان سليم الاول ادرك، كان عنده في البدايه رغبه في توسيع ممتلكاته في الشرق بالاستيلاء على مصر والشام، وذلك لان مصر بتمثل قلب العالم الاسلامي. ايضا ادرك سليم الاول خطوره الصدام مع الدول الاوروبيه في ذلك الوقت، وان محفوف بالمخاطر بسبب التفوق العسكري والحربي بين المماليك. تمام. وبالتالي من هنا كانت دولة المماليك او الدولة العثمانية بدأت بالتحرك نحو الايه؟ الشرق. قلنا التحرك دوت بدأ من خلال السيطرة على اول حاجة عمارة زيه القادم، ثم معركة مرج ضابط في بلاد الشام، ثم معركة الريدانية في مصر، والنتيجة في المعركة الأولانية أو الثانية، وهو أيضا قلنا هزيمة المماليك في المعركتين. وفي المعركة الأولى تحولت الشام إلى ولاية عثمانية، في المعركة الثانية قلنا أصبحت مصر ولاية عثمانية وانتهت دولة المماليك. طيب قلنا النتائج اللي ترتبت على كده ايه؟ قلنا تحول مصر من مجرد ولاية من دولة مستقلة الى ولاية تابعة للدولة العثمانية. سيطرة سليم الاول على العالم العربي في الجناح الاسيوي والافريقي، اعلان سليم الحامي الوحيد للحرمين الشريفين وانتقال خلافة العالم الاسلامي. طبعا احنا بنقدم شكر لكل الطلاب اللي بيحضروا معانا، جنى وآلاء وميسون ومنة وسارة وسلمى، وكان معانا رنين في حلقات فاتت، سامة وبلال ومصطفى وعلي وتوماس، طبعا اللي حاضرين معانا النهاردة زي بسنت وإسراء، والناس اللي دخلت برضو على الامتحان الإلكتروني جاوبت عليه. طبعا نتمنى لكم كلكم التوفيق والسداد النجاح في المستقبل القادم. وطبعا النهارده احنا تعرفنا على الجزء الاول من درسنا، وهو احوال العالم وكيفيه استيلاء احوال العالم الاسلامي وكيفيه استيلاء العثمانيين على مصر والشام. ونتعرف ان شاء الله مع بعض الحصه القادمه على الحكم العثماني في مصر، وازاي العثمانيين حكموا مصر وأحوال مصر تحت الحكم العثماني. نلتقي على خير إن شاء الله في حلقة وحصة يوم الاثنين القادم بإذن الله. وفي النهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.